بناء على طلب مصر، الجامعة العربية تجتمع غدا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الأزمة في ليبيا. نشيد بمواقف مصر العروبة الداعمة على مر التاريخ للنضال والاستقلال الوطني قيادة وشعبا. المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يطالب بدعم مصري مباشر للجيش الوطني في مواجهة الإرهاب والغزو الأجنبي. حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم تتخطى 9 ملايين إصابة و 470 ألف وفاة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. أعلنت الجامعة العربية تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول الوضع في ليبيا إلى 11 من صباح غد الثلاثاء بدلا من 12 ظهرا اليوم، وذلك لأسباب تقنية خاصة بشبكة الاتصال المرئي والترتيبات المتصلة بعقد الاجتماع الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس. في غضون ذلك طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بدعم مصري مباشر للجيش الوطني في مواجهة الإرهاب والغزو الأجنبي. تتواصل التحركات لوقف فوضى الميليشيات ومساعدة الشعب الليبي على إعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث تستعد الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول الوضع في ليبيا صباح غد الثلاثاء. يأتي ذلك بينما طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية تنفيذاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظاً على الأمن القومي العربي. جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية استجابة لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا. المجلس أكد أيضاً أن دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين ونشر المرتزقة يهدف في الأساس لتمكين تنظيم الإخوان الإرهابي ونشر الإرهاب في شمال إفريقيا والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها في دعم الإرهاب في المنطقة. مجلس بلديات الهلال النفطي الذي يضم عدداً من البلدات أشاد بمواقف مصر الداعمة على مر التاريخ للنضال والاستقلال الوطني للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية. ونثمن تصريحات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد خلالها على استعداد الجيش المصري لمساندة ودعم الجيش الوطني الليبي حفاظاً على الأمن القومي العربي في مواجهة التدخلات التركية السافرة. من جهته رحب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري برسائل الرئيس السيسي بشأن فرض الأمن والاستقرار في ليبيا، وأكد المسماري أن العدوان التركي واحتلاله المباشر للأراضي الليبية هو تهديد أمني ليس على ليبيا ومصر والمنطقة العربية فحسب، بل وعلى أوروبا أيضا. نحيي الدور المصري الفاعل في إرسال هذه الرسالة القوية، قال نحن جاهزون لفرض الأمن، فرض الاستقرار، مساعدة الأخوة الليبيين على إرساء قواعد الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية، هذا هو المطلوب. وفي بيان رسمي أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح ترحيبه وتأييده لما ورد في كلمة الرئيس السيسي، وناشده بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي، وثمن صالح كلمة السيسي ووقفته الجادة وجهوده لوقف إطلاق النار، ودعا صالح المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات برلين والاستماع لصوت السلام الذي تضمنه إعلان القاهرة.
ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك سيادة السفير. أهلا بك يا فندم. سيادة السفير، بداية قراءة حضرتك للمشهد الليبي عقب تصريحات الرئيس السيسي وتأييد القوى الليبية الشرعية للدور المصري لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. يعني دعيني أن أنا أشير إلى أن خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد سيادته للمنطقة العسكرية الغربية، أنا بقول الخطاب هو خطاب تاريخي شامل بيحمل عدة رسائل تم توجيهها إلى الأطراف التي تعبث في الأراضي الليبية، ورسائل إلى المجتمع الدولي، ورسائل إلى كل الأطراف الإقليمية والدولية. خطاب السيد الرئيس لقي ترحيب على المستوى الدولي من كافة الدول والقوى الكبرى، لقى ترحيب من البرلمان العربي، لقى ترحيب من الأشقاء العرب، وأكد الأشقاء العرب على أن الجيش المصري هو القادر على حماية الأمن القومي العربي ضد أي مخاطر أو اعتداءات على الأمن القومي العربي. خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقي ترحيب وإشادة من الأشقاء الليبيين، وإحنا هنا لابد أن احنا نشير إلى ترحيب الجيش الوطني الليبي بالموقف المصري اللي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، هذا فضلا عن ترحيب مجلس نواب طبرق الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح. الإشادة والترحيب بخطاب السيد الرئيس، وأكد رئيس برلمان طبرق الشرعي تأييده للموقف اللي أعلنه السيد الرئيس، وأشار إلى أنه سبق وأن طلب تدخل القوات المسلحة المصرية إلى جانب الجيش الوطني الليبي من أجل تطهير ليبيا من الميليشيات الإرهابية، هذا فضلا عن تأييد زعماء القبائل الليبية لخطاب السيد الرئيس والموقف المصري، وتأييد المشايخ والأهالي في ليبيا بخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، وخروج العديد من التظاهرات في عدد من المدن الليبية تأييدا لكلمة الرئيس السيسي. بالطبع، يعني خرجت مظاهرات في العديد من المدن الليبية تؤيد وترحب بخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الشعب الليبي يعي تماما أن مصر وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على رفع المعاناة عن الشعب الليبي، حريص على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، حريص على وحدة ليبيا، وحريص على توحيد المؤسسات الوطنية الليبية. الشعب الليبي أصبح اليوم يعني فخور بالقوات المسلحة المصرية، فخور بقائد الأمة العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي المصري داخل مصر وخارج حدود مصر، وإن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر، ومصر لن تسمح للميليشيات الإرهابية ومن وراء هذه الميليشيات بتجاوز هذا الخط. نعم، بالحديث عن الميليشيات الإرهابية، أهمية القضاء على هذه الميليشيات سيادة السفير للحفاظ على الأمن القومي المصري وأيضا الأمن القومي العربي. يعني أولا المجتمع الدولي يعلم علم اليقين أن الميليشيات الإرهابية المنتشرة في ليبيا يعني قامت بالعديد من العمليات الإرهابية قبل ذلك في الأراضي المصرية، ويعني المجتمع الدولي يعلم علم اليقين أن هذه الميليشيات الإرهابية قامت بتهريب الأسلحة والإرهابيين، وقامت يعني بالعديد من العمليات الإرهابية في الأراضي المصرية، وده أكد عليه المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الشرعي برلمان طبرق. ولكن إحنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا كل الوضوح أن الجيش المصري لن يسمح من قريب أو من بعيد لأي كائن كان أن يحدد الأمن القومي المصري داخل حدود مصر وخارج حدود مصر،
وأكد سيادته في خطاب سيادته خلال تفقد سيادته المنطقة الغربية العسكرية أن التدخل المصري في ليبيا أهدافه بتنحصر في حماية وتأمين الحدود الغربية لمصر وعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة. اثنين، دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، لأن أمن ليبيا واستقرارها هو جزء من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي. نعم. الهدف الثالث اللي أكد عليه السيد الرئيس ضرورة حقن دماء الأشقاء في ليبيا. الهدف الرابع تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة. خليني أقول حضرتك أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا كل الحرص خلال يعني الجهود والتحركات والاتصالات المستمرة التي يقوم بها سيادته، كان يهدف أولا إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وحقن الدماء الليبية وعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. نعم، ومنع تقسيم البلاد كما هو مخطط لها من أطراف إقليمية ودولية أخرى. أنا بشكر حضرتك سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة، وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عز العرب مدير المركز الإقليمي للدراسات العربية. برحب بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، كيف ترى الجهود المصرية والرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية منذ إعلان القاهرة وحتى اليوم؟ يعني هناك مسارات متعددة تتجه إليها الدولة المصرية في تعاملها مع الصراع في ليبيا. أولا، هناك تدعيم من جانب مصر على نحو ما انعكس في إعلان القاهرة في ضرورة بلورة حل سياسي سلمي تفاوضي ما بين مختلف أطراف الصراع دون استثناء من أحدها. وبالتالي الرؤية المصرية تجاه الصراع في ليبيا جزء من الرؤية المصرية تجاه الصراعات المسلحة في الإقليم ككل، سواء كانت في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن. رؤية مصر قائمة على الحفاظ على ما تبقى من دعائم الدولة الوطنية في ليبيا، ولذلك كان مصر تركز على ضرورة أن يتم إدماج كل الميليشيات والحركات التي يمكن إدماجها داخل الجيش الوطني الليبي، بحيث أنه يكون المظلة التي تمسك بأي قوة مسلحة، لأنه لا يمكن أن تكون القوة المسلحة في أيدي كيانات ما دون الدولة. وهي التحدي الحقيقي كما سمعت مع حضرتك في مداخلة السيد السفير محمد عبد الحكم، دي ضرورة المواجهة الحازمة للميليشيات المسلحة لأنها بتقدم نفسها كبديل للدولة الوطنية. لكن المتغير من وجهة نظري المتغير المهم، وهو اللي طرحه السيد الرئيس خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية منذ يومين، كانت واضحة بشكل كبير. إذا يعني من الواضح أن إعلان القاهرة لم يتم تلقفه من جانب الفصائل داخل ليبيا بما يدعم الرؤية المصرية الراغبة في الحل السياسي، فسوف وإذا استمرت التدخلات الإقليمية ووصلت إلى سرت والجفرة، معنى ذلك سوف يكون هناك حديث آخر، ويتحول الدور المصري من دور الداعم التوفيق ما بين الأطراف إلى الدور العسكري المتدخل، وهي جاهزية القوات المسلحة المصرية للتدخل في لحظة ما. وهنا أريد أن أوضح ثلاث أبعاد رئيسية. الغرض من هذا التدخل هو ثلاث أبعاد. أولا، مصر تريد ضبط الحدود، الجوار الجغرافي اللي هو يمتد لحوالي 1200 كيلو. بقينا بنتكلم ان في دولة من خارج الجوار الجغرافي المباشر زي تركيا بقت على حدودنا بشكل مباشر، وبتستند مصر في هذا السياق الى محددين اساسيين. المحدد الاول وهو ما ينطلق اليه ميثاق مجلس الامن حول حق الدفاع الشرعي على النفس. النقطة الثانية
وهي الاستجابة من جانب الجسد السياسي المنتخب الوحيد اللي هو مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح لتدخل القوات المسلحة المصرية. لأن معنى ما يجري وأن التدخلات الواضحة اللي هي بتعزز من الدور التركي تمثل مصدر تهديد لأمن مصر، كما أن مصر بتقول بخلاف ضبط الحدود مسألة ضرورة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى منع التدخلات التركية من السلاء على مناطق استراتيجية، معنى السلاء على سر أن هي خلاص بقرب العاصمة، ومعنى السلاء على سر أيضا أنها استولت على مناطق ذات أبعاد استراتيجية نفطية تنطوي على ثروات كبيرة. وجزء من التحرك التركي هو كان غرضه كده، ان هو مناوج الدولة المصرية على حدودها المباشرة، الاستيلاء على الثروات النفطية لانها دولة فقيرة في الموارد، استخدام ورقة ضغط مع دول الاتحاد الاوروبي من المناطق الممتدة من ليبيا الى سوريا، والتلويح بملف المهاجرين غير النظاميين واللاجئين غير الشرعيين. ولكن اسمح لي دكتور محمد، يعني حديث اللواء احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن ان التدخلات التركيه هي لا تهدد ليبيا ومصر فقط ولكن تهدد اوروبا ايضا، يعني العالم العربي مهدد وايضا اوروبا مهدده، هل في اطار هذا الطرح والتهديد التركي من خلال ليبيا لاوروبا هل يمكن أن يكون هناك دعم أوروبي للجهود المتخذة لحل الأزمة الليبية؟ شوفي حضرتك، إحنا لا نعول على دعم الأوروبيين بشكل كبير، لأن من الواضح أن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة إقليمية لم ينجح في التعامل مع أزمة وباء زي كوفيد 19. وما تيجي تشوفي حضرتك حجم النقاش اللي موجود في بعض الدول الداخلية، دولة زي إيطاليا، حول مسألة البقاء أو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أصبح متاحاً، بالإضافة إلى الخلافات ما بين القوى الأوروبية ذاتها حول الصراع في ليبيا وحول الدور التركي فيها. يعني ممكن موقف دولة زي فرنسا قريب إلى حد بعيد من رؤية الدولة المصرية، لكن رؤية إيطاليا على سبيل المثال مهتمية ممكن في لحظة ما بإيجاد نوع من التوافقات فيما يتعلق باقتصاد الثروات وهذا من هذا القبيل. لكن مصر تعول ايضا على جهود دوله زي الولايات المتحده، واليوم ومنذ ساعات قليله الولايات المتحده التقطت الرساله المصريه بشكل واضح، وهناك ضغوط تمارس على حكومه السراج لتجميد الموقف داخل ليبيا، والا سوف يكون هناك حديث اخر. نعم، اشكرك الدكتور محمد عز العرب مدير المركز الاقليمي للدراسات العربيه على هذه المداخله. أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الأطراف، وقال إنه يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على محادثات 5+5 وإعلان القاهرة ومسار برلين، وحث كل الفرقاء في ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات فورا. ضخت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع غرفة الأدوية ملايين الجرعات من بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا في المستشفيات العامة والصيدليات الخاصة. يأتي ذلك بعدما شهدت السوق خلال الفترة الماضية نقصا في بعض الأدوية على رأسها أدوية المناعة. ضخ كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا خاصة أدوية المناعة لتوفير مخزون آمن في المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة في ظل بعض الظواهر السلبية من المواطنين مؤخرا بتخزين كميات كبيرة من تلك الأدوية دون الحاجة إليها. تم ضخ في خلال العشر أيام اللي فاتت فوق المليون علبة أزيثروميسين، حوالي 2,800,000 علبة باراستامول، فوق المليون علبة زنك،
مليون و300 ألف فيتامين سي، تمام، 600 ألف باراستامول شرب، 500 ألف أزيثروميسين شرب، ده كله ده ضخ بدأ تباعا تنزل الصيدليات. أصحاب الصيدليات طالبوا المواطنين بعدم الانسياق وراء الوصفات الطبية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الدولة توفر الكشف والعلاج بالمجان في المستشفيات. قدر كبير قوي بنحاول ان احنا نرشد الاستهلاك، يعني ندي للناس اللي هي اوريدي اكتف خلاص دولت لازم ياخدوا دواهم، لكن الناس اللي بيستخدموا كوقائي او كده فكنا بندي لهم مثلا شريط، لان الادويه ما كانتش متوفره. ابتداء من الاسبوع اللي فات اعتقد ان في انفراجه ما بدات تحدث، بقت بعض الشركات تبعت 5 علب 4 علب 3 علب كده، فيعني انا شايف ان الدنيا يمكن تبدا تتحسن في الفتره اللي جايه. وخلال الأسبوعين الماضيين طرحت شركات الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ملايين الجرعات من الأدوية في نحو 70,000 صيدلية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بعد توفر المادة الخام اللازمة للتصنيع. تغيير سلوك المواطنين خاصة فيما يتعلق بتخزين الأدوية وشرائها للوقاية هو أمر ضروري حتى يستطيع المريض الحصول على تلك الأدوية بسهولة ويسر. أشرف مبارك، النيل. بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا 9 ملايين إصابة و470 ألف وفاة حول العالم، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا مع أكثر من 122 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 50 ألف وفاة، ثم المملكة المتحدة بأكثر من 42 ألفا. تواصل دول أوروبية عدة تخفيف التدابير الوقائية بعد تراجع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، فإسبانيا رفعت حالة التأهب الصحية وأعادت فتح حدودها مع فرنسا أمام السياح الأوروبيين الذين تمكنوا من العودة إلى شواطئ المتوسط. وفي فرنسا سمح لدور السينما والكازينوهات بإعادة فتح أبوابها، كما من المقرر أن تعود جميع التلاميذ إلى المدارس. في المقابل لا يزال الوضع مقلقا في إقليم غويانا الفرنسية على الحدود مع البرازيل، حيث تطرح إمكانية فرض العزل من جديد. أما سويسرا فقد أعلنت أنها قد تسرعت في رفع العزل، حيث ارتفع عدد الإصابات بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضي. وفي ظل هذا الوضع المتقلب أكدت الحكومة أنها لن تلجأ لمزيد من تخفيف القيود، إجراءات يبدو أنها جاءت في غير توقيتها، حيث حذر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم من أن الوباء لا يزال يتسارع على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن الإبلاغ عن أول 1,000,000 حالة استغرق أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن 1,000,000 حالة الأخيرة في خلال 8 أيام فقط، وسجلت رسميا أكثر من 8,890,000 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، وهي أرقام لا تعكس إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أن دولا عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من إيطاليا البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. بروفيسور، بعد التحية، آخر مستجدات فيروس كورونا في إيطاليا. بروفيسور فؤاد عودة، يبدو أننا فقدنا الاتصال وسنعود الاتصال لاحقا في وقت آخر خلال هذه الخدمة الإخبارية. خففت إمارة أبو ظبي القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا لتسمح بالسفر بين مدن الإمارة بدءا من يوم غد الثلاثاء، لكنها مددت القيود على دخول غير المقيمين إلى الإمارة. وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي إن الإمارة مددت فترة تقييد الدخول إليها دون تصريح أسبوعا آخر، مع السماح بحرية الخروج منها. وعودة من جديد إلى الاتصال الهاتفي من إيطاليا البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. برحب بحضرتك يا فندم.
مساء الخير. مساء الخير. بداية، آخر مستجدات فيروس كورونا في إيطاليا. بالنسبة لكورونا فيروس في إيطاليا، تستمر الإحصائيات بانخفاض عدد اللي توفوا. 24 شخص توفوا امبارح وفي آخر 24 ساعة. بالنسبة للعدد اللي بتعالجوا في البيوت تقريبا 89%، ويزداد عدد اللي يتعالجون في البيوت خصوصا في الأول 5 أيام مع نتائج كبيرة. وحسب ما ندينا قبل أسابيع للحكومة الإيطالية باستعمال دواء ضد الجلطات الدموية، تم اتفاق مع الحكومة الإيطالية بنقدر نستعمل دواء ضد الجلطات الدموية والأسبرينا والإبرينا في البيوت، وهذا نتيجة على الاكتشاف اللي عملناه مع تشريح الجثث. وعشان هيك انخفض العدد يعني بدرجة كبيرة اللي موجودين في غرف الإنعاش، تقريبا 140 شخص موجودين في غرف الإنعاش، 95% منهم عندهم أمراض مسنين أخرى. عشان هيك في عنا نتائج أكيدة اليوم إنه الوباء يعالج في البيوت، يعالج في أول 5 أيام، يعالج مع الكورتيزون، يعالج مع الإبرينا والأسبرينا والمضادات الحيوية والمضادات ضد الالتهابات، ويذهب العدد قليل للمستشفيات تقريبا 2500 اللي بتعالجوا في المستشفيات مع أعراض خفيفة وغير خطيرة. نعم. بروفيسور فؤاد، هل هناك أي معلومات جديدة عن لقاح لفيروس كورونا يتم تداولها مؤخرا أو إيجاد علاج له؟ بالنسبة هذا اللي حكينا عنه بالنسبة للعلاج. بالنسبة للقاحات، زي ما أنت سؤالك مهم، حتى اليوم فيش لقاحات يعني أكيد أنه سوف تكون أول شيء فعالة لجميع الأشخاص. اليوم في عندنا 188 بحث، من هذول ال 188 بحث 8 بحوث اللي استمرت في البحوث، المراحل اللي لازم يجتازها كل بحث. حاليا فقط 3 بحوث اجتازت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة موجود اللقاح اللي شركة إيطالية تدعمه مع جامعة أكسفورد، وجميع الـ3 لقاحات تعمل عشان توقيف انقسام الفيروس في خلية جسم الإنسان وما يعملش أعراض جانبية. للأسف مش كل الشعوب مرحبة في اللقاح. 41% من سكان إيطاليا حسب آخر بحث عملناه لا يرغبون باستعمال اللقاح، عشان هيك في حروب اقتصادية عشان اللقاح. بس 41% من سكان إيطاليا بدهمش اللقاح، عشان هيك هاي الحرب داخل الحروب للأسف سوف لا تكون رابحة للحرب النهائي. نعم، أنا أشكرك البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كنت معنا عبر الهاتف من إيطاليا، شكرا جزيلا لك. تواصل وزارة الداخلية تقديم مبادرة كلنا واحد لتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل اللي يحب بلده بلد بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده، فرح بلدنا كمان وكمان. أعدت وزارة الداخلية عبوات تحتوي سلع غذائية أساسية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. ويأتي توزيع تلك العبوات في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، واستمرارا لدور وزارة الداخلية ومن خلال هذه المبادرة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.
منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية قامت بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإعداد سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً لتلك المساعدات. وتحرص وزارة الداخلية بتوزيعها تلك المساعدات باستمرار على تحقيق تواصل وتفاعل مع المواطنين، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وتلبية متطلباتهم من السلع الأساسية تفعيلا لدورها الإنساني والمجتمعي، والذي يعد أولوية قصوى في سياسة واستراتيجية الوزارة، وتأكيدا على روح التكافل الاجتماعي. احنا مبادر كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش محتاجة اي حاجة. ان شاء الله ما تحرم منكم يا حبيبتي. رئيسنا عبد الفتاح السيسي ربنا يخليه ويطول عمره يا رب، وهو حاسس بالغلابة، وربنا يديله الصحة والعافية، وهو حبيبنا كلنا، وربنا يزيح الغمة دي يا رب عن مصر. ووفقا لما هو مخطط له عند توزيع العبوات، وهو ان تصل الى المواطنين الاكثر احتياجا اينما كانوا، فقد قام القائمون عليها بتوزيعها عليهم في مساكنهم واماكن اقامتهم لضمان استفادة أعداد كبيرة منها. القائمون على عمليات توزيع تلك المساعدات والمواطنون اتخذوا الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامتهم وصحتهم من خطر فيروس كورونا. كل سنة وانتم طيبين. احنا مبادرة كلنا واحد. كلنا واحد ان شاء الله يا رب. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك يا امي. دي حاجة بسيطة وبنقولك بيها كل سنة وانت طيبة. انت طيبة. حاجة بسيطة، كل سنة وحضرتك طيبة. وكما كانت ثورة 30 من يونيو تجسيدا لتلاحم واضح بين كافة أطياف الشعب المصري، فإن إحياء ذكراها بمبادرات إنسانية واجتماعية كمبادرة كلنا واحد هو تأكيد على التكافل والتضامن بين أبناء الوطن لتخفيف الأعباء، وأن الشرطة المصرية مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. بانوراما الرابعة متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. انطلاق محادثات أمريكية روسية جديدة في فيينا دون أمل كبير للحد من التسلح. ونتحول الآن مشاهدينا إلى زميلتي دينا شرف لمتابعة آخر أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة. إليك دينا. شكرا لك غادة. أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. مدبولي يشدد على ضرورة مواصلة العمل في ملف تيسير وممارسة الأعمال لجذب استثمارات جديدة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة مواصلة العمل في ملف تيسير ممارسة الأعمال لما سيكون له من مردود إيجابي بالغ على ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال، وينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. وخلال اجتماع عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تابع مدبولي الإجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، وتم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالإجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على دعم الحكومة لدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لأداء دورها في ضمان غذاء آمن للمصريين. وخلال لقائه رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسين منصور، شدد مدبولي على ضرورة تسريع آليات عمل مكاتب الهيئة لدى الجمارك، وذلك لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات، وفي إطار عمليات التطوير الشاملة لمنظومة الجمارك المصرية. واللقاء تطرق إلى مقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة القادمة، ومنها مقترح تطوير المجازر.
أكد إنفوجراف للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء أن موازنة عام 2020-2021 تعد الأضخم في تاريخ مصر. وأبرز الإنفوجراف زيادة المصروفات بالموازنة بحوالي 6% لتصل إلى نحو 1.7 جنيه، كما زادت الإيرادات بحوالي 18% لتصل إلى 1.3 جنيه. ومن المستهدف أن يتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي من 7.9 في موازنة عام 2020-2019. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة للدولة في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب. وأضافت الوزارة إن المجلس العالمي للسياحة وافق على تنظيم مصر لاستئناف السياحة ومنحها ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس ومنح مصر خاتم السفر الآمن. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية التوصل لنظام اقتصادي عالمي مرن يسمح للدول بتحقيق التوازن من الاستفادة من العولمة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، وذلك عقب انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد. وخلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرنس في فعاليات الملتقى السنوي للاستثمار والمنعقد بدولة الإمارات، أشارت الوزيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في استحداث توجهات جديدة للتضامن والتعاون العالمي بين الدول والأفراد لمواجهة الخطر المشترك. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 579.5 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى زميلتي غادة. إليك. شكرا لك دينا. أهلا بكم مجددا. تستأنف الولايات المتحدة وروسيا في فيينا المفاوضات بشأن الحد من التسلح، إلا أن المحادثات تبدو مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن على أن تشمل الصين، الأمر الذي ترفضه الأخيرة. وينبغي أن يناقش ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون التسلح مع نائب وزير الخارجية الروسي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة نيو ستارت الثنائية الموقعة في عام 2010، والتي ينتهي مفعولها في 5 فبراير من عام 2021. مفاوضات جديدة بشأن الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنها تبدو مهددة منذ بدايتها بسبب إصرار واشنطن على أن تشمل الصين، الأمر الذي ترفضه بكين. المفاوضات التي تجري بقصر نادر ويستريتش في وسط العاصمة النمساوية على مدى عدة أيام تتناول معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة نيو ستارت الثنائية الموقعة عام 2010، والتي ينتهي مفعولها في 5 فبراير من العام القادم، بعيد نهاية الولاية الحالية لدونالد ترامب المرشح لإعادة انتخابه في نوفمبر. وتنص أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة ب700، وعدد الرؤوس النووية المنشورة على هذه القاذفات ب1550، وتنص أيضا على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية. وتطالب موسكو بمناقشات حول تجديد هذه المعاهدة منذ أواخر عام 2019، إلا أن إدارة ترامب تماطل حتى الآن مع الإصرار على إشراك بكين في المحادثات، وهو ما ترفضه الأخيرة، حيث تعتبر أن ترسانتها أقل بكثير من ترسانتي موسكو وواشنطن، إلا أنها أبدت انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف. وتملك روسيا والولايات المتحدة معا أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، حيث تملك واشنطن حوالي 5800 رأس حربي نووي، وموسكو 6375 مقابل 320 لبكين، و290 لباريس، و215 للندن.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس لقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأشار إلى تراجع ثقته في زعيم المعارضة خوان غوايدو، مقللا من أهمية القرار الذي اتخذه في وقت سابق بالاعتراف به كرئيس شرعي للبلاد. كان ترامب قد أبدى استعدادا في عام 2018 للقاء مادورو الذي قام أيضا بمبادرات لإجراء محادثات، ولكن لم يتحقق شيء. وبدلا من ذلك عززت الولايات المتحدة الضغط، واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية الأخرى بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ يناير من العام الماضي، معتبرين أن إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 مزورة. في سياق متصل، اقتربت سفينة إيرانية من ميناء لاغويرا الفنزويلي محملة بمواد غذائية، وزودت إيران فنزويلا ب1.5 مليون برميل من الوقود الشهر الماضي، وسط انهيار لعمل المصافي وتشديد الولايات المتحدة العقوبات، ما زاد من صعوبة حصول فنزويلا على وقود في الأسواق الدولية. وقد تؤدي التجارة المتبادلة المتزايدة إلى رد انتقامي من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات مكثفة على الدولتين. تستعد روسيا للتصويت على تعديلات دستورية مقترحة تتيح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في الحكم حتى عام 2036، ومن المقرر أن يجري التصويت في الفترة من 25 من يونيو الجاري إلى 1 يوليو على تعديلات مقترحة للدستور تسمح للرئيس بوتين بالسعي إلى فترتين رئاسيتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات عند انتهاء ولايته الحالية في عام 2024. وتمكن تلك التعديلات التي وافق عليها البرلمان والمحكمة الدستورية بالفعل الرئيس بوتين من بدء فترة رئاسية جديدة وكأنها أول فترة له. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار الكرة والملاعب، أخبار الاقتصاد، وعودة من جديد إلى زميلتي دينا شرف وأخبار الرياضة. إليك دينا. شكرا لك دينا. أهلا بكم من جديد. شهدت الشواطئ اللبنانية إقبالا كبيرا بعد إعادة فتحها في ظل رفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، ويأمل أصحاب المنتجعات والأعمال أن يؤدي فتح الشواطئ إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. مع دخول البلاد المرحلة الخامسة من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، أعيد فتح الشواطئ والمنتجعات اللبنانية في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وفي منتجع شاطئ جنوب بيروت استمتعت العائلات اللبنانية بالغطس تحت شمس الصيف الحارقة. أكيد تأثرنا كتير بكورونا مثل كل المؤسسات، بس الأزمة الأكبر هي أكيد الأزمة الاقتصادية. كورونا إلى إجراءات، أخذنا الإجراءات اللي لزمتنا فيها الحكومة وكانت إجراءات جيدة والعالم التزمت فيها، لكن بيبقى عندك الهامش الاقتصادي اللي هو خطير كتير كبير. عادة ما تفتح هذه المنتجعات في وقت سابق من العام وتجذب السكان والسياح في وقت مبكر من أبريل، فبعد أشهر من الإغلاق والعزل وإجراءات صارمة لمكافحة الفيروس يشعر العديد من اللبنانيين بالامتنان لأنهم تمكنوا من التخلص من بعض الزخم مع إعادة فتح الشواطئ العامة والخاصة، كما تكافح العديد من الشركات الآن من أجل البقاء مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. والزبائن عم بيكونوا كمان هن ملتزمين أكثر من الأيام الماضية، يعني اللبناني بتحس صار عنده وعي أكثر وعم يتقبل كثير الإجراءات. لكن مصائب قوم عند قوم فوائده، فبعد أن كان كثير من اللبنانيين يلجؤون إلى الشواطئ العامة لانخفاض تكلفة الدخول فيها، أصبحت الخاصة أيضا في متناول الجميع. بالنهاية نحن بشر وبحاجة للتنفيس، وطبعا مع أخذ الاحتياطات اللازمة إن كان من ناحية التباعد الاجتماعي أو من ناحية المي المطهرة أو من ناحية أي موضوع تاني، بس العالم بالنهاية خصوصا بلبنان من بعد مش بس ضغط الكورونا، عندك ضغط الكورونا والضغط الاقتصادي والضغط المالي وكل الضغوطات اللي عم بعيشها الشعب اللبناني بالنهاية بحاجة لينفس بمحل معين.
يذكر أن إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان أكثر من 1500 حالة، معظمهم من الوافدين من الخارج. ختام بانوراما نيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. بناء على طلب مصر، الجامعة العربية تجتمع غدا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة تطورات الأزمة في ليبيا. نشيد بمواقف مصر العروبة داعمة على مر التاريخ للنضال والاستقلال الوطني قيادة وشعبا. المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يطالب بدعم مصري مباشر للجيش الوطني في مواجهة الإرهاب والغزو الأجنبي. حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم تتخطى 9 ملايين إصابة و470 ألف وفاة. نهاية بانوراما النيل، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.